ولنقاش ملف الصراع المستمر بين شركاء العملية السياسية في العراق على السلطة. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي مجاهد الطائي. أهلا بكم أستاذ مجاهد. حياكم الله، أهلا وسهلا. تحالف الفتح يقول أن العملية السياسية تمر بمرحلة صعبة وجميع القوى لا تعرف بأي اتجاه تذهب بحسب تعبيره. هل كانت تتوقع الأحزاب ومن ورائها البعثة الأممية في العراق يونمي التي دعمت الانتخابات الأخيرة، هل كانت تتوقع نتيجة غير حالة الضياع الحاصلة حاليا؟ نعم، تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. طبعا يعني حالة الانسداد السياسي والتعقيدات الحالية هي تعتبر حالة طبيعية عراقية بعد كل انتخابات، يعني بعد كل انتخابات قد يستغرق التوصل إلى صيغة ترضي معظم الأطراف المهيمنة عدة أشهر كما يحصل بعد كل انتخابات. فهذه حالة عراقية متوقعة يعني قبل جميع الأطراف حتى بما فيها الأمم المتحدة. لكن ما يجري في الحقيقة هو مفاوضات يعني ورفع السقوف من أجل التوصل إلى نموذج توافقي جديد يقصي أطراف معينة على حساب أطراف أخرى داخل التوافقية نفسها وعرضها للإعلام على أنها صيغة أغلبية، وهي مجرد صيغة ترفع سقف المطالب والضغوط من أجل الحصول على أعلى المكاسب ممكنة داخل التوافقية نفسها، لكن بقوة محددة تختارها القوى الفائزة وأبرزها التيار الصدري. لكن بالنهاية هي حالة مكررة من الصراع والتدخلات الإيرانية وانتهاك المدد الدستورية وانتهاك السيادة. هذا المشهد المتكرر من الصراع كيف يفسر خرقه المستمر للدستور؟ يعني جميع المدد الدستورية والمواثيق التي هم من أتوا بها وصاغوها لا يحترمونها لأنها لا تنتج صيغة ترضي جميع الأطراف، وبالتالي جميع تلك الخروقات هي يقومون بها لعدم التوصل إلى صيغ تحقق مصالحهم، لأن هذه المصالح مصالح السلطة وما يرتبط بها من مكاسب مالية تعتبر المغذي الرئيسي لهذه الأحزاب، وبدونها قد تتلاشى هذه الأحزاب ولن يبقى لها وجود، لأن جميع الشعارات التي تطلقها والخطابات التي ترددها ليس لها أي أساس واقعي. حتى كثير من الجماهير يعني تنضم لها وتلتف حولها من أجل الحصول على شيء من هذه المكاسب، وهو نوع من العلاقة المشوهة في علاقة الناخب سواء أو الموالي أو جمهور ذلك الحزب بحزب. نعم أستاذ مجاهد، الصراع الحالي بين الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران إلى أي مدى يدل على غياب أي مشروع وطني بعكس ما تتحدث به هذه الأحزاب التي تصر على ترويج لخطاب السيادة والوطنية في العراق؟ طبعا في الحقيقة المشروع الوطني يعني تنفذه قوى وطنية، هذا المفترض، تفكر بالوطن وهموم المواطن، ولا يوجد أحزاب وطنية ولا حتى برامجية في العراق. لذلك المفاهيم الوطنية انتهت تماما في العراق عن طريق ممارسات تلك الأحزاب التي يعني شكلت بسياق طائفي وقومي يلغي الفكرة الوطنية ويركز على الهويات الفرعية التي غالبا ما تتقاطع مع الهوية الوطنية الجامعة. لذلك إفرازات تغييب المشروع الوطني هو الميليشيات والولاءات الخارجية والفساد بأشكاله وغياب المحاسبة والرقابة وضعف السلطة. ولا أعتقد هناك مشروع في الأفق يعني يدل أو تجري صياغته بين هذه القوى السياسية التي أنتجت نفس المشاكل الحالية، ولا أعتقد أنها تنتج حلول. إنما يستمر الوضع بالانحدار نحو فشل الدولة، لكن بسياقات مختلفة وبسرعة مختلفة. عندما يعني تزداد الخلافات ويزداد الفشل السياسي والأمني ويتنامى الإرهاب والطائفية،
تتسارع الدولة نحو الفشل، وعندما يعني يجري هناك اتفاق بصيغة معينة يتباطأ هذا الانحدار. في ظل كل هذه التداعيات السياسية والأمنية، إلى أي مدى يمكن ربط قصف الحرس الثوري الإيراني لأربيل بالأزمة التي تمر بها إيران بعد اختلاط أوراقها بصراع شركاء العملية السياسية على المناصب؟ طبعا لا يمكن فصل قصف أربيل عن مسار تشكيل الحكومة العراقية التي يريد التيار الصدري وبعض القوى تحجيم نفوذ وحلفاء طهران الأقربون من المناصب المهمة فيها، وهو ما يحصل، وهو عفوا ما يعني يجعل الحرس الثوري يشعر بالخطر على نفوذه في العراق. لكن هناك يعني حقيقة ثلاث مسائل تتضمنها الصواريخ البالستية، منها داخلي وهو سياق تشكيل الحكومة وإرسال رسائل إلى أطراف التحالف الثلاثي، ومنها ما هو إقليمي يخضع للصراع وحرب الظل بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة وحلفائها العرب والخليجيين، من أنها قد تستخدم تلك الصواريخ البالستية بنفسها إذا دعت إليها الحاجة، لأن هناك نوع من الانكفاء الأمريكي. نعم، بالمقابل هناك ما هو شأن دولي وهو مؤشرات انهيار المفاوضات النووية، وبالتالي هناك قلق متنامي من أن يعني فشل المسار السياسي والدبلوماسي لا يعني سوى استمرار يعني المسار العنف والإرهاب وتوظيفه والمسيرات والصواريخ. نعم، الحديث عن الصراع بين الأطراف السياسية أيضا يقودنا للتساؤل عن طبيعة الصراع على منصب رئاسة الجمهورية الذي هو بالنهاية منصب شكلي فقط في النظام السياسي العراقي. يعني اعتقد ان المنصب ليس شكليا لدرجه لهذه الدرجه او يعني يجعله بلا قيمه، المنصب مهم للعديد من القرارات وباب للنفوذ السياسي داخليا يعني العلاقات العامه من الناحيه الاقليميه والدوليه، لكن بالنسبه للمنصب بالنسبه للحزبين الكرديين، يعني بالنسبه للحزب الديمقراطي الكردستاني لا اعتقد ان المنصب يشكل اهميه كبيره بالنسبه لهم، إنما يستخدمون المساعي الحصول على هذا المنصب كشيء من الباب للمناورة السياسية للحصول على مكاسب وتنازلات من الاتحاد الوطني. يعني منصب محافظ كركوك على سبيل المثال أهم للديمقراطي الكردستاني من رئاسة الجمهورية، لأن منصب ومدينة كركوك مهمة بالنسبة له لتأمين أربيل من نعم، العديد من الميليشيات التي تستوطن حول الإقليم في المناطق المتنازع عليها. لكن الاتحاد الوطني يرى في المنصب حق وحق والمحافظة يعني حق وعرف بين الحزبين الكرديين واتفاق سابق بينهما لتقاسم المصالح المناصب في الإقليم، لذلك يسعى جاهدا للمحافظة على هذا العرف، لأن انتصاره الآن يعني ربما تكرار هذا الانتصار وتغيير العرف في وقت لاحق. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي مجاهد الضائي، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.